يا هلا يا حلوين، اليوم أكلتنا قلية مرتبة من إيدي درجة أولى، وكبة تمن مقلية ويا الليمون والطماطة، بصل طرشي مدبس، خبز عراقي. راح نبلش نقول يا الله. طبعا اكل فشي خل اشوفكم لقمة الملوك. هاي شوية ليمون وياها تنطي حموضة طيبة. اشتريكم وياي الطعم ده فيه ويانا كبة حلب درجة أولى فتشيلة تخبر وأولي ويا شيف طماطة طرشي طبعا طعم ما احكي لكم بتشيل لا يخبر. مشكلة طعم إذا ما بي بصل ما تحسه يتناغم. بع 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 لا تنسون تشاركونا بالقناة، تفعلون زر الجرس حيصلكم كل جديد إن شاء الله بأكلات عراقية وعربية. راح نجرب كل شيء إن شاء الله ونستمتع بالأكل. الأكل إذا ما تستمتع بيه ما تحس هو شيء لعب. بعدلها كبة الليمون هي وقشرها طعم أطيب. طماطم يا شيف وشوية ملح و
روح بيها. هيا المشتركين الحلوين، طبعا طرش مدبس من ايدي. كله بصفحة، طعم الليمون بصفحة، ليمون ويا الأكل فشي يخبر. كلينس طبعا القلي مكونات بسيطة، يعني على طريقتي اسويها، زيت يتحمص ننزل ليه تنطي نكهة تذوب، ننزل لحم عليه، بعدين فلفل اسود يتحمص اللحم، نزل بصل وثوم لان ثوم فتشي يسوي. زي ما واحد ياكل من هالقلية ما يشبع. طبعا الله يزيد ويبارك هالنعمة. أفضل شكل خلي ينقص على الكبة على القليع ولا فتشي. يلا خطأ مطبعي. بالزيت مال القليع
حبايبي الحلوين، نحن أنا وصلنا لنهاية المقطع. منشز وحدي خلص الأكل، عندما يستمتع يتذوق يحس بطعم الأكل. لا تنسونا باللايك واشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. تشاو.